فارت النور مقلتي فسالا وطفى الموج سهلها والجبال وطفت فوقه سفينة وجد تحمل الهم والأسى أشكالا عصفت في شراعها وهي نار عاصفات الظما والظنا صبا وشمالا فسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج الاعوال قلت ماذا عرى أميم قلت ماذا عرى أميم فقالت فمن الواجب عينا لبس سربان الأسى انتون ساعدوني حتى انا وياكم لان الامام الصادق سلام الله عليه يقول تساعدوا انا ما من طريقتي ان اطيل في الخطاب لكن من مساعدة معكم نستطيع ان نؤدي ما يجب فمن الواجب عينين لبس سربال أسى بعد يا شيخ قال واتخاذ النوح دابا كل صبح ها شفتوا وإذا أنتوا والعوائل البارحة تطلعوا واقفين تنتظروا التليفونات العلماء ولمن رأى الهلال تريدون أن تعرفوا ماذا في هذا الهلال تسألون ما عندكم في هذا الهلال هاي الأهلة تمر طول الشهر سنة كاملة 12 شهر ما شوف تسألون وتلحوا على ما تسألون به عن هذا الهلال وعن هلال الواجب في شهر رمضان ماذا عندكم يا شيعة في هذا اليوم قال فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح دأبا 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 استمرار أنا وجدت آباك أنا شفتهم أنا عشت وياهم ما أقدر أقرأ لهم صدقني وحق هذا المنبر الحسيني ما أقدر أقرأ محرق ما أقدر أقرأ أباك وقرأت في المنامة قرأت في هذا المجلس قبل 20 سنة ما أقدر أقرأ لهم لأنه منه العاشورة ابتدأ ودموعه جارية من يشوف الهلال وينظر إلى السماء يتمثل له أن هلال المحرم قد كسي بالحمرة لذلك لا يريد أن يرى الهلال ويطلع من ماتم إلى ماتم ودموعه جارية ومن مجلس إلى مجلس وعبرته منسكبة مثلك أنت شوف شلون إذا جاء المحرم ما يكفيك مجلس أنت تسمعت في حسينية الأحسائية وإذا بك تأتي هنا وبعدها هنا تذهب إلى حسينية أخرى كل ذلك تنادي وحسينا فمن الواجب أنتم ذكروني ترى أنا أنسى بعد فمن الكفائي يعني غيري يعني شوف الشيخ شلون ملتفت يوم يقول لي من الواجب عينا ليش كان قال لي من الواجب وسكت لا يعتبره
عيني، مو كفاية، مو يا فلان روح عني الماتم، ويا فلان احضر عني التعزية، ويا ولدي رحم الله والديك أنا اليوم ما أنا رايح حسينية روح أنت عني، ما في. أو أخوي روح أنت تولى اسمه، لا. فمن الواجب، خلي الصوت يوصل كربلاء، فمن الواجب عينان لبس سربال الأسى واتخاذ النوح دابان كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس. اش عندك يا قال وقليل تتلف الأرواح، وقليل يا الله وقليل تتلف الأرواح من أجل الحسين. عندك قال لست أنساه طريدا، لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذن بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا لمصاب أيقظ النفس وأوهى المنكبين. ضمني عندك يا جد هلال المحرم ليش أشوفك كاسف اللون، لابس سوادك ليش قل لي صار بالكون، حن الهلال وقال سيد الرسل محزون كل العوالم محزنة والدين مقور. فإذن هذا الهلال له أثره على نفوسنا، وله أثره في مشاعرنا، ونحن إن شاء الله حسينيون 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 التربية، حسينيون الولادة. لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت. لا عذب الله أمي، يعني أنت بعد في هذا المجلس دعاء دعاء. لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن. شلون الإمام أمير المؤمنين الآن؟ وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذا وذي أهوى أبا حسن.